عندك دليل على أنه المصحف كامل عند السنة؟ اللي هي قوله تعالى: إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب ده هو الدليل، أقوى دليل يعني. أقوى ده دليل على حفظ القرآن. يعني حديث مثلا وكده؟ لا يعني أنت تقول الدليل على أن القرآن محفوظ أو كامل عند السنة هو من داخل القرآن تثبته آية. مظبوط. اه طب هذه الآية أينما وجدت يكون المصحف محفوظ ولا فقط في مصحف واحد؟ لا، اي مصحف في الدنيا الايه دي فيه، يبقى كده المصحف ده محفوظ. أحسنت. طيب هذه الآية كانت محفوظة موجودة في مصحف ابن مسعود، أين مصحفه؟ ما هو اختفاء مصحفه ده دليل على صدق الايه، ان لو ان مصحفه ده ما كانش قران فاختفى، يعني ربنا اخفاه يعني، فهو ده اكبر دليل ان الايه دي صحيحه. حلو، فأنت تقول أن ابن مسعود لعنة الله عليه لم يكن معه قرآن، كان كذابا. لا هو أخطأ، بس أخطأ، بس استغفر الله العظيم، استغفر رضي الله عنه، بس هو أخطأ بس. رضي شيخ الله أنا حضرتك رضي أنا يعني هو أنا ما أخطأ، تجوزتش حضرتك، تجوزت على صحابي جدا. يعني هو أخطأ رايح كتب مصحف. هذا لو يذنب يعمل إيه؟ يعمل هيتجوز ربنا ولا يعمل إيه يعني؟ استغفر الله العظيم، ما هو استغفر. إذا أنت شخص يكتب مصحف تقول أخطأ. طيب اللي يذنب ما الذي يفعل حتى يقال عنه أذنب؟ عمل حرام يعني، وصل لمرحلة. مو أنتم تقولون ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون من عند الله والويلة لا تنزل إلا على الملعونين. فابن مسعود ملعون. الويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذه نزلت في ابن مسعود. ما هو جايز بس يكون مشتبه يعني، هو يعني كان لسه القرآن ما مشتبه جمعش، فكان جايز مشتبه رايح مشتبه كاتب بالظبط. من البقرة من الفتحة وجايب معاه البقرة وسورة الآيات كلها، وجايب معاه المعوذ كل الآيات لنهاية المصحف، هذا كله مشتبه. ازاي هو ما ما اشتبهش بآية؟ ما يعني اشتبهش بسورة؟ ده عنده مصحف تاني يختلف عن المصحف الموجود. ما هو تاب بعد كده وأقر بمصحف سيدنا عثمان. ها وين هذه التوبة؟ شوفني سمعت كده والله، بس ما معيش مصدر حالا يعني، فممكن أبحث وأنا أرجع لحضرتك. طيب. لا هو لم لا توجد شيء اسمه توبة، يكذبون عليكم. ابن مسعود مات وهو مصر على رأيه، حتى طب أنا هشوف. كان يتبعه بذلك الصحابة كثر، منهم أبو الدرداء ومنهم ابن عباس، كانوا يتبعون قراءة ابن مسعود. تمام، ماشي يا شيخ، انا هسمع الموضوع ده وارجع لحضرتك باذن الله في مره ثانيه. ابحث اكثر عن ادله مصحف والسنه وارجع اتصل بي. يا هلا بك، شكرا شكرا. يا اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا.